ما هذه روافد علو الهمه اذا تحدثنا عنها ان شاء الله في طيات الحلقه او غيرها ان شاء الله باذن الله. هذه من منابح علو الهمه استشعار الامل. طيب يعني ماذا تقول لنا الان ونحن ندرس وليس لدينا علو همه على العلم وتحصيل الدرس؟ اولا يعني يقول عمر رضي الله عنه يعني تعلموا العلم وتواضعوا لمن تتعلمون منه. المأمون أمير المؤمنين جاء بالفراء ليعلم ابنيه ابني أمير المؤمنين. نعم. يعني ولي العهد كلاهما. فعندما قام الفراء قام الفراء فأراد كل ولي عهد أن كل تلميذ من تلاميذه أن يقدم الحذاء لشيخه. نعم. فلما أراد هذا وأراد ذاك فحمل كل واحد منهم فردة نعل ليقدمها. بلغ المأمون بالمسألة. فلما دخل الفراء على أمير المؤمنين قال له يا فراء من أعز الناس؟ قال أمير المؤمنين. قال لا، الذي يتصارع ولي عهد المسلمين في أن يحمل كل واحد منهما فردة نعل لشيخه. هذا هو العز الحقيقي. هذا هو العز الحقيقي. ليس السلطة. لا لا لا، العز الحقيقي. العز الحقيقي طلب العلم. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. سبحان الله. معاذ بن جبل مات في الثلاثينات من عمره. نعم. سبحان الله. سليم. ولكنه يرفع راية العلماء يوم القيامة. كل علماء الأرض يسيرون خلف راية معاذ وهم داخلون إلى الجنة. سبحان الله. العلماء العاملون. يدخلون خلف ما هذا السبق؟ لما؟ لا، لأنه همته عالية في العلم. همته عالية في العلم. يقول بلال يا رسول الله أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ بن جبل. بلال يسمي الذكر دندنة. انظر إلى الدندنة للحلال. سبحان الله. عندنا دندنة تغير المفهوم تمام. لله الأمر مقرر. لصوت الشيطان. نعم بالله. يا رسول الله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ بن جبل. يعني بلال قليل الحفظ عن معاذ. معاذ كلما سمع شيئا من رسول الله كان يحفظ ولا ينساه. سبحان الله. كان إذا حفظ شيئا لا ينساه يثبته. لا لا لا. فقال فماذا تقول يا بلال؟ ممكن الرسول يقول له الناس درجات، هذا عالم وأنت رجل لا. قال فماذا تقول يا بلال؟ قال أدعو الله دائما أقول اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. قال يا بلال حولهما ندندن. يا سلام. أخذ التعبير نفسه. يا سلام. حول أنت بالله عليك. صحيح. رضا الله صحيح. والجنة. صحيح. وتبتعد عن سخط الله والنار. أنت عايز دندنة أحلى من هذه الدندنة؟ لا شيء. لا شيء. نعم. بارك الله فيك. فالهمة تكون دنية في العلم عندما لا أتواضع لمن أتعلم منه. كان الشافعي يقول أجلس في مجلس مالك شيخ سبحان الله أصفح الورق صفحا رقيقا كي لا أؤذي مسامع الشيخ. سبحان الله. وكنت لا أشرب الماء أمامه حياء. يا الله. يا أخي ما هذا. يا أخي ما هذا سبحان الله. يعني هم هنا المعلم يضرب والله. لا المعلم يضرب. نسأل السلام. يعني هذا من ضياع. لا دخل يعني قم للمعلم قم للمعلم وفي التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. أرأيت أوفى أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. سبحان الله. فالإنسان صاحب الهمة العالية هذا شوف لن يعني يكون الإنسان صاحب همة عالية وهو عنده عصبية داخلية. أنا من قبيلة كذا، أنا من عائلة كذا، أنا هذه مصيبة.